عايز اتكلم بس في جزئيه مهمه بخصوص المنتخب الاول. احنا لسه ما قلناش العناوين بتاعه الحلقه بس هنقولها يعني. امبارح بعد الماتش ما خلص احنا دايما بنحاول نشغل نفسنا، يعني دايما نشوف بقى حاجه تشغلنا نتكلم فيها ونرغي فيها ونتكلم نتكلم من ده. الكل بيتكلم على ايه؟ الثلاثي اللي يحق ليه الانضمام للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وصلاح اصل حجازي الشناوي طارق حامد وكلام من ده. مش وقته ده، حق اصيل للكابتن شوقي غريب المدير الفني. هو عارف النواقص اللي عنده. انت ممكن تقرا وتشوف الفرقه تقول المنتخب ده محتاج مثلا ايه، صلاح، المنتخب ده محتاج تريزيجيه، المنتخب ده محتاج طارق حامد، حمدي فتحي، الشناوي، قول براحتك. لكن انت في نفس الوقت بتبوظ فرحه الرجاله اللي جابوا لنا الحلم اللي احنا كنا عايزينه. ما تبوظش فرحتهم، سيبهم يفرحوا. لان ممكن واحد يقول لك ايه، الناس بترشح واحد في مركزي، ايه ده يعني انا ممكن ما ابقاش موجود؟ لا، الراجل ده حقه يفرح، اللي تعب وجري في الملعب ده حقه يفرح. فمش ده التوقيت لمناقشه الثلاثه اللي يبقوا موجودين. الجهاز الفني هو الوحيد اللي يقرر مين اللي يبقى موجود، ولسه بدري، دي البطوله في شهر 7، فلسه بدري جدا. فان شاء الله الكلام ده هيجي وقته وهيبقى القرار الاول والاخير ليهم كجهاز فني.